نقص لكم الصوت بعدا غنتكلموا كيفاش كيخدم هذا البوز. هيك ديال لاغريسا وراه باقي كيخبط شتي دابا هاد الكابل. المهم راه حنا باقي نتنقاد دابا هاد الكابل خارج شتي خارج من الريسيفر فين غادي داخل شتي هذا هادي الريسيفر فين داخل شتي شوف كيفاش كيخدم. يمكن لك تدخل دابا جوج ريسيبتورات، يمكن لك تدخل دي في دي، يمكن لك تدخل مثلا هذيك البوكس اندرويد وكيخرج واحد كيمشي التلفازة كتبقى حتى كتشونجي من البوكس اتش دي مي 1 اتش دي مي 2 اتش دي مي 3 بالتليكوم وفحال شكل التلفازة. ولا يمكن لك تدخل بالارسية، يمكن لك تدخل اوبتيكال الصوت الاوبتيكال شتي هنا هو وهذا دخل شي حاجه كتخدم ب هاد الاولى قلتي لي البوس لينك يمكن لك تدخل بالارسيه كله كيفاش كتدخل. المهم كلشي كيدخل هنا وكيخرج كابل واحد ها هو كتشوف فيه هنا اوت انا حيدو كتشوفو ها هو اش دي مي اوت فيديو تي في يعني هذا هو اللي كيمشي التلفازه باش كيعطيك الصوره صافي هاي آه تبان لك حيت الصوت اللي مطلعش لينا كوبي رايت شتي هنا كطلع السورس هنا كدير السورس كيعطيك اللي بغيتي شتي اش دي مي هادي الا كان اش دي مي واحد كطلع اش دي مي واحد كطلع اش دي مي جوج ديك الساعة هاد العملية ساهلة الكابليات اللي كيجيو كاسترير كنخرجوهم هنا حنا باقيين كملوا في نيو. انا عطيتكم التجربه على هذا البوز ديال الفيلات.